سلام، حتطلع لكم الحين قائمة بأماكن قلني زرتها في البحرين وصورتها. إذا حابين تشوفوها وتستمتعوا بالمشاهدة ادخلوا القناة واشتركوا. وجبتكم في أكثر منطقة مشهورة في البحرين، وهذه المنطقة مشهورة بكثرة زيارة السياح لها، والمعروف لا يعرف منطقة العدلية. أكيد في كل بلد راح يكون فيه مكان معروف ومشهور، والعدلية هي أكثر منطقة معروفة بجمالها، وهي من الأحياء القديمة في البحرين، وفيها بيوت ومقاهي ومطاعم فاخرة والأسعار مناسبة للكل. إذا جيت العدلية في مكان مخصص لمواقف السيارات بالساعة، غتيرمانال. عشان ما تلفوا الدورة أنا اخترت لكم أحسن مطعم رايق ينفع للفطور. مطعم فلورنس أو دار زويد، هذا المطعم كان مطعمين منفصلين وتم دمجهم مع بعض، وهم من أفضل المطاعم في المنطقة. تقييم المطعم ممتاز والمكان نظيف وجميل جدا. وصل الأكل، اخترنا الفطور البحريني، واللي يميز هذا المطعم وجود حديقة داخلية ومكيفة، الفيو جدا جميل. أنا أنصح كل من حاب يفطر فطور جميل يجي هنا. تقييمي جماعة الخير للمطعم جدا رهيب، حتيجوا حتنبسطوا من هذا المكان. زي ما انتم شايفين الجو كيف رايق، خلينا نروح المكان الثاني. احنا الحين في الووتر جاردن. الووتر جاردن فيها سلسلة مطاعم وكافيهات، خلينا الحين ناخذ لفة ونستكشف المكان مع بعض. يتميز هذا المكان بوجود جلسات جميلة خارجية وأيضا داخلية بإطلالة بحرية. لمحبين الاسترخاء أنصح بزيارة المكان. زي ما انت شايفين الأجواء هنا خرافية. حاليا مطعم كوفية اللي هناك مقدم عروض للفطور وللغداء، فخلينا نروح نشوف ايش المنيوم اللي موجود عندهم والاسعار. المطعم جميل وديكوراته بسيطة من التراث الفلسطيني الجميل. الطلب كان فطور لشخصين. الاكل كان ممتاز والخدمة ايضا ممتازة. الحمد لله كذا اكلنا وشبعنا، ما شاء الله الاكل جدا ممتاز. تكلفة الاكل لشخصين ب4.900 دينار يا بلاش، غير انه عندهم عروض ثانية للفطور وعروض للغداء، يعني حتيجي تستمتع لانه عروضهم قائمتها مرة كبيرة. المهم عشان لا نطول عليكم حاخذكم مكان ثاني ينفع للتمشية، فخليكم معايا. طبعا نحن جينا البحرين باي، وهذا المكان هو انسب مكان تقدر تبدا فيه يومك. بتشوف المناظر الجميله هذه على البحر وعلى المناظر الخلابه، والاهم في هذا كله ان راح ناخذكم في واحد من المطاعم الموجوده في البحرين باي اللي يقدم وجبات افطار جميله. فخلينا الحين نروح للمطعم وناخذ بكم جوله في المكان. خليج البحرين من اروع واروق الاماكن. الإطلالة البحرية هنا جميلة والهواء يرد الروح. لو جيت بالعيلة وحاب تاخذ جولة بالقارب فهنا يقدموا لكم هذه الخدمات، وراح تستمتعوا بالجولة بين الممرات المائية، وحتى المشي في هذا المكان ممتع. وهنا في مطاعم وكافيهات اللي تتميز بإطلالة على البحر، وزي ما طلب مننا الشات جي بي تي اننا نبدا يومنا بالإفطار، فكان اختيارنا على مطعم عقيل وكرك. هذا المطعم عنده جلسات داخلية وخارجية، ولأنه الأجواء جميلة وبالرغم من ازدحام المكان فأنا قررت الجلوس في الجلسات الخارجية. اخترنا الفطور الشعبي البحريني وطلبنا مع الفطور اللاتيه كرك، وبكل صراحة استمتعنا بالأجواء والأكل كان لذيذ والأسعار مناسبة. أنصحكم إذا زرتوا خليج البحرين تزوروا هذا المكان.
وعشان تشوفوا فيديوهات أكثر زوروا القناة واشتركوا ولا تنسوا تعملوا لايك للمحتوى.